بغى يمشي اوتيل، بغى اوتيل تي كيتمرقلو بوكو صافي تي اللاعبين. ماشي هنا هنا غنحبسو، هنا غنحبسو. يا الدراري كما كتشوفوا معكم ار على فيديو جديد الدراري. هذا الفيديو الدراري غيكون مختص على البلان اللي كان وقع لسويد. سويد الاخوان هو واحد الصاط اللي كيجيب لي رابر، فهمتي، كيدير معاهم ستريمر الاخوان ولا كيدير انترفيو معاهم ابار كيدخل البلان ديالو في يوتيوب. راه تبارك الله عليه شاب زي، راه اخونا عنده الكلمه ديالو في يوتيوب، فهمتوا بلان وفريمون مأثر على شحال من حاجه، فهمتوا كيفاش. اكثر طبقه اللي مابوني عنده الدراري هما الدراري بزاف اللي انتريسيان للراب، فهمتي بلان بصفه عامه. وهاد السط هذا كان ديجا عنده واحد انترفيو اخوان مع فيرا، ولكن داك الانترفيو حد شي د المشاكل وقعوا بيناتهم، ولا مثلا داك الانترفيو بدا كيتاجل لواحد الدرجه اللي ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه الاخوان، حتى غنشوفوا دابا شنو البلان اللي وقع بيناتهم وشنو الكارثه العظمى اللي وقع بيناتهم. كما كيقولوا الدراري ما تعطيوش لشي واحد واحد الاهميه اكثر من اهميته، فهمتوا بلان. لحقاش ماشي هاد البلان هذا ماشي اتاكيت بها انا شي واحد، لا بالعكس. علاش؟ خونا تبارك الله عليه واعر كراب كم زيكا، تبارك الله عليه والله يعاونو والله يسر ليه، فهمتي، كندوي على فيرا. ولكن الاخوان فاش انت عاد بادي وغتحسب راسك كانك شد الكارير كامله، ولا راه عاد بادي، فهمتي، راه لا تقارن ولو حتى بدولي بران، فهمتوا بلان. يعني ما خصش تكون واحد المقارنه من دابا. علاش؟ حيت خونا ان شاء الله سمعنا البروجي ديال كلاس ديالو اللي كان على سيكسوال، والبروجي الثاني الاخوان هو ديال صلابه اللي كان عاود دار واحد البيز اللي خطير فريمو، التراك راه ضرب الملايين، فهمتوا بلان. عليها الدراري التعاطفات ديال البيبليك غيخلي بنادم ما يبقاش فهمتوا يديها في هذا، ولا مثلا خونا غيتانفيتا عليه شي ريفيو ولا مثلا شي انترفيو ولا شي بلان، غيكون عنده واحد الشروط اللي فايته عليه، فهمتوا بلان. المهم دابا ما نحرقكمش مراحل، وغنشوف هذا الفيديو هذا كامل وغنرياكتيوه كاملين بين الاخوان، وغتعطيوني نتوما طبعا الاراء ديالكم في الكومنتاريوس، وضروري بغيت نقرا الاراء ديالكم حيت مهم. شنو تعطى عليكم جو وميزيس معاك في ديك البيت ستريب. بغا نمشي اوتيل، بغا اوتيل تي كيتمرقلو بوكو صافي تي اللاعبين. ماشي هنا هنا غنحبسو، هنا غنحبسو صافي. شي ضربنا معاهم واحد، ضربنا معاهم واحد 30000 درهم. زعما هنا كيقول لك بلي ان فيرا ما خصوش زعما يستريمي في بيت، ما خصوش يجي لعندو البيت، خصو اوتيل اباك كان قال خصو شي شروط اخرى، فهمتو بلان. ضربنا معاهم واحد 30000 درهم في هادشي ديال الجام شو وكذا صافي، بارك يا عشيري صافي. غنبدا البيت مقود هو اللي غيبدا، هو اللي مبلبل ديال الراب المغربي دابا، وكاع فهمتيني كونتوني وكلشي. واخا يكون قال لي انا ديريكت زعما ما فاهم خي ايري عشيري عشيري. شوف قول معايا، قول معايا واحد الكلمه، قول معايا الله يسهل على بنادم والله يعطي الواحد على قد نيته عشيري صافي. ولكن بعد ما عرفكش راك عشيري، انا كنت متواجفك انا ما نتسوقش ليا صاحبي. لا مزيان ملي قلتي ليا باش ما بقاش خينا في دار غفلون عشيري صافي. باش كيعجبني كازا، انا كنموت على كازا عشيري بالرجوله. ولكن صاحبي يجي يقول لك بنادم صاحبي ما تطيح لك من ولاد من واحد براني، تطيح لي من السويد وسندينتي ودربنا في درب. لا لا شوف هي ما عندهاش علاقه براني، خص الواحد عشيري يكون فهمتيني يكون عرف كيفاش يتعامل. اما الهضره ديال شوف شوف ساد، اما ديال تقول لي انا حاجه الساط الدور تقول بهذا الهضره فهمتي ما كاين. لاش اخي جي قول لي انا ما ندير والو عشيري، ما تبقاش انا دي بحال هكا وتبقى تجي لمدينتي وتقول بنادم الساط. هو قال لك بغا يدير شي بلاصه ستريم، بغا يديرو. وانت راه قلنا ليه غنديروه، قلت ليه غنديروه في كذا وبرا، وكنا غنديروا شي كاميرات وكنا غنديروا روينه عشيري. ولكن دابا عشيري ما غندير والو، انا غنستريمي، انا سمع سمع، انا غنستريمي في البيت نهار الاربعاء، غنستريمي في البيت، غندير ستريم لادي بالرجوله صافي عشيري ما كاينلاش. اخوان دابا باش تعرفوا واحد البلان، راه ماشي مثلا كتقدى ديال فيرا ولا مثلا شي حاجه نو، راه تكون هذا راه تسوال اليوم. اليوم هذا النهار اللي كنصور فيه هذا فيديو راه اليوم مع 9 ونص عنده ستريم مع شوبي. دابا حنا غنشدو حنا شوبي اللي كان في الجروب شايفين هو سموليكس، المهم ما بقاوش. دابا شوبي راه تبارك الله عليه واحد النيفو اخر، سموليكس تا هو عاود تبارك الله عليه في واحد النيفو اخر، انا نضرب كلشي في الفيو كل لوجيك.
شنو البلان؟ غنجيو غنقارنوهم بفيرا، راه هادشي هذا مستحيل الصف مع لي بروجي اللي حطوا شي فيهم بصفه عامه، ابار لي بروجي اللي حط شوبي ولا بلانات اخرين، يعني هادشي لا يقارن، فهمتوا بلان؟ فما يمكن، او لا مثلا ايماجيني معايا شوبي تقبل واحد ستريم مع سويل، ياك الدراري تقبل واحد ستريم كان رابر تبارك الله عليه، شو فهمتي لي فرانس اللي عنده شحال من حاجه فيرا، راه هادشي ما كيدخلش للعقل فهمت. ونقدر نجبد لكم الدراري واحد الفيديو اخرين ديال فهمتوا الماناجر ديال فيرا الدراري طلبت من سوي، او لا داكشي تقال صاحبو ديال سوي هو هذا اللي كيدوي معاه في ابل باش داك البلان ديال المهم صاحبو ديال سوال قال سوال كان البلان المانجر ديال فيرا طلبت 5000 درهم باش يدير ستريم، فهمتوا بلان؟ يعني غيخلص 5000 درهم باش يدير ستريم. ما عرفتش هادشي واش مريكوردي في هذا الفيديو اخر ولا في واحد الفيديو اخر اللي طويل عليه بيدي انا شفته، يعني شفت داك الفيديو انا واذا جبرتو غنحط لكم الاخوان 5000 درهم، يعني طلبت منه 5000 درهم اخوان، راه خونا اصلا ما عندوش مشكل فهمتي، غا هو داك البلان كان الفلوس ملي كيطلبوا غيطلبوا فاس، ماشي مثلا غيمشيو عند شي واحد اخر وغيقول له وحنا خصنا 5000 درهم منه وبلانات وبلانات وبلانات، راه لا يمكن الدراري فهمتوا كيفاش. عليك بغي نقول لكم اي واحد ملي كيكون عاد بادي راه ما خصكمش بنادم يقدس ولا يعطيه ديك البلانات كانك خاطر في الراب وانت مع العلم عاد بادي فهمتي. انا راه كنت مزك له كمزيكا كبيرسون ما عندي مع حتى لعبه، نهار اللي كانوا ضربوا الدراري في الرباط خرجت درت واحد الفيديو الاخوان اللي ضرب 70K لحد الان الفيديو عندي الدراري في شيب، قلت باللي ما بلان ما تاوز داكشي هذاك اللي داروا له ما بلان ما تاوز خارجا عن نطاق الكره ولا خارجا عن نطاق ديال الراب ولا خارجا عن بزاف ديال المحاور الاخوان، فهمتوا؟ رابر خصو يتحترم كانه رابر كانه دار شي حاجه بنادم كيتمزك بزاف، ولا مثلا اي واحد ماشي كرابور صار اي واحد، حنا الفتنه هادي ما بين التراس والتراس حنا ما تبقاش اصلا، علاش اللي كيضيعوا فيها غير البنادم هو اللي الارواح اللي كتضيع فيها ابار الامهات هما اللي القلب ديالهم كيتحرق، فهمتوا بلان؟ يعني الاخوان باش حنا نخدموا واحد اللوجيك، انا ما مع فيرا ما مع سوال، انا كنجي في واحد لافاز فهمتوا بلان. وابار دابا الدراري اللي كيديروا الرياكشن كندوي على كلشي، راه اخر يكون عنده غير 100 ابوني غيدير رياكشن غيشوفها 500 واحد، راه غيكون عاطي واحد الهضره ديالو، غيكون حرق وجهه ما بين 500 واحد عايشين في وسط المغرب ولا برا المغرب، المهم يكونوا مغاربه، يعني عطا واحد الرياكشن ديالو على داك التراك، وقدر الرياكشن ديالو تسمع وتقدر ما تسمعش على حسب بنادم وعلى حسب البيبليك اذا كان عباد ولا اذا كان مع المزيكا، فهمتوا الدراري؟ راه هادشي هذا كيختلف من بزاف ديال الحاجات وكيتعامل على بزاف الطرق الدراري، راه دابا التاثير راه الوقت هذا ماشي بحال الوقت اللي كانوا عاد بادين بنادم كيدير لي رياكشن كيعطي غير الاراء ديالو صافي وكيمشي بحاله، لا دابا بنادم اللي كيدير رياكشن راه بنادم كي المغاربه راه كيسمعوا له، فهمتوا كيفاش؟ كيكون بحال نقول لكم كيكون عاطي واحد الهضره نيابه عن البيبليك حيت هو اللي كيظهر في الكاميرا هو اللي كيظهر في السوشيال ميديا. هذه الدريه الحاجه اللي بغيت نقول لكم، يعني التاثير ديال اخر كيدير الكونتينيو على الراب راه كيكون عنده فريم واحد التاثير مقود على الراب، راه هاد الحاجه البيبليك خصو يعرف فهمتي، حيت البيبليك شحال من واحد كيشوف شي واحد كيدير رياكشن كيقول هذا تراك خاري، شنو البلان ديال البيبليك كيمشي كيكومونتي له كيسبو ولا هذا تراك خاري انت ما كتمزك انت ما كتعرف، وكاينين بنادم اللي الله يحسن العون فهمتو كيفاش. انا ما نهربوش نزيدو نهربو من موضوع الدراري، غنرجعو للبلان ديال فيرا. فيرا واحد التصرف غلط، كنت عامل مع خونا نكمل مع خونا فهمتي، والحريه ديالك اصلا راه اي واحد راه عنده واحد الحريه، ولكن كحريه ديالك جاي فاس من الاول، ما غنديرش كيحترمك وما كينوضش ما كينوضش مشاكل خونا، كيبقى عامل معاك واحد الريسبي، وهادشي ماشي هادشي ماشي على غا سويل، انا ما درتش فيديو كانه على سويل، راه اي رابر مع شي واحد كيدير لي ريفيو ولا مثلا داروا واحد انترفيو فحال هكا خصو يحترم كلشي الاراء ديالو، يقدر سهيل بسبب سهيل شي ناس ما كيعرفوش هاد فيرا غيشوفو فيرا غيدخلو للشين ديالو غيعملو له ابون، حيت فيرا كاخدو كان باقي ما داش جامشو وكان فريمو الشين ديالو زيرو باقي ما بانتش وباقي حتى 10K ولا 20K ولا حتى 90K ديال لي فيوز عمرو حضره،
كان فريمون غايجي عند سهيل وما غايطلب منه ني يصور في اوتيل ني يدخل فلوس موراه مثلا ني خلص 5000 درهم ني يتلاعب. وهاد الهضره ديال 5000 درهم اللي كذبني غيمشي الدراري غيفتش، واذا اي واحد من الطبقه ديال سهيل ديجا متبع القضيه يوثق هاد البلان الاخوان في لي كومونتير والهضره ديالي غتوثق لكم. فهمتوا كيفاش؟ يعني كان غيوافق بكلا الحالتين وما غيطلبش وما غيكونوش عنده شروط، ولكن كانه بان بواحد الطريقه اصلا اللي اذا تكلاشا مع شي رابر راه غيصليه بها، كانك باين في دوزه ماسترات غادي بحد ذاتها راه هضره مقوده. فهمت كيفاش؟ يعني الاخوان بنادم خصو يتفتح، ما نزيدش نعمم الدراري، ما نزيدش نعمم لحقاش هادشي فريمون فيه شحال من حاجه وفيه شحال من هضره اللي تتقال، ولكن الا بقيت انا كندوي بزاف هاد في هاد السيتياسيون هذا ديال الفيرا راه غنبقى نهضر من هنا غيجي فيديو فيه 30 دقيقه. يعني بلا ما نقول بنادم بان طق غابا صافي، بدا كينكر الدراري كيديروا ستريمات، بدا كينكر كلشي، بدا كينكر الدراري كيديروا الرياكشن، بدا كينكر كلشي، ولكن فريمون هادشي هذا راه ماشي في الصالح ديالو. شفتو كيفاش؟ وخصو يعوض راسو ولا مثلا على الاقل كان ياخذ هادشي بجديه. وباش ما نطولش عليكم غنكملوا هاد الفيديو هذا. لا شي واحد لا نتعذبوا اخي سعد سير سنعيط لك نور ستريم هادشي حي. شكرا صافي الدراري باش تقولوا طالق عليكم ولا شي لعيب. صافي خلينا من هادشي الدراري، انا شرحت لكم غير صافي باش تعرفوا. وسمحوا سعد الدراري راه ما نقطع داك الشيء غنحيدو كامل. سعد شويه كون ما كونتروليش واش كيبقى هي. المهم اخوان كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو. الحاجه توضحت هنا كلشي توضح الدراري. كان هذا هو الفيديو، الا عجبكم هذا الفيديو تمنى تابونوا وديروا جيم، كيبان لي الهضره ديالي واضحه بزاف الاخوان اقصى درجه. وخليكم دابا يلا بيس.